معضلة ممكن تبقى بالنسبة لحد زي بيتسو موسيماني، لأن عنده سكواد متكامل يعني العناصر، وعندك كل حد هو وبديله ما يقلوش عن بعض في المستوى، وعنده نجوم كتير. فهل دي برضو محتاجة حسن إدارة من بيتسو موسيماني، إن هو يعرف يعمل روتيشن ما بين النجوم الكتير اللي عنده من غير ما يبقى فيه بالظبط كده، من غير ما يبقى فيه مشاكل؟ تبقى فيها توازن. فيش هو ناجح في ده لغاية دلوقتي؟ هي ميزة إلى حد كبير طبعا، ناجح هي ميزة طبعا، ما يكون عندي أكتر من عنصر أو في طبعًا. مكان أكتر من مركز في لعيب مميز، دي حاجة كويسة. طب مين لسه ما يعني ما عندوش البديل اللي في نفس المستوى؟ يعني خليني أسهلها على حضرتك، أديك أمثلة. مراكز يعني؟ نبدأ بقفشة مثلا، من هو بديل قفشة؟ سؤال صعب؟ لا مش سؤال صعب، في أحمد عبد القادر لعيب ممتاز. كان في ناصر ماهر في الأول برضه. أنا بتكلم على الفترة الحالية. أحمد عبد القادر هايل، لعيب هايل. يقدر يأدي الدور ده بشكل كويس. علي معلول؟ لا هو بيتكلم. لا انا بجيبك مين بديل لعلي معلول؟ احنا بنحاول نقول بدائل لبعض اللعيبه. احنا استعنا بايمن اشرف فترات طويله. وهل البدائل اللي حضرتك بتقترحهم دول مرضيين بالنسبه لك؟ الاداء هيبقى مختلف. يعني كان ادائهم مرضي بالنسبه لك؟ ما هي بص اصل احنا شفناهم كلهم الفتره اللي فاتت، يعني هي في النهايه شخصيه اللاعب مهمه. لازم اللعيب عنده الصفات الاراديه دي والاصرار وعنده ثقه في نفسه، جت فتره بعيد عن لازم يساعد الجهاز الفني، انا عايز اساعدك، بس هو لازم اللعيب نفسه يكون مجتهد وعنده اراده وعنده طموح وعنده امل ومحافظ على نفسه وبيتمرن بجديه. كل واحد بيأدي دوره، يعني ده دور اللاعب ودور المدرب. انا اجبر المدرب انه يحترمني على الاقل، ان انا بأدي بجديه وعندي طموح وعندي اراده وعايز العب، ومباراه وديه بأديها كويس، مباراه حالتي في التدريب حالتي كويسه، هي دي نقطه مهمه. وبرده لازم يكون في فكر المدرب انه كويس، لازم الراجل ده او مصلحتي كفريق ان انا برده اساعده. يعني هي دايما بتبقى من الطرفين. النجاح مش هيتم بجهاز فني بس او بمجموعه لاعبين بس، لازم كل واحد يؤدي دوره بشكل كويس. كويس.